السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أنا عم محمود. سنتعلم اليوم فائدة جديدة، هيا بنا لنبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء، سعدت بوجودك، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. نفع الله بك يا بني، وجزاك الله خيرا. كنت أريد أن أسألك يا أستاذ عن أركان الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ سمعت عنها ولا أعلم، ما هي أركان الإسلام وكم عددها؟ هذا سؤال جيد. نعم، أركان الإسلام أمر مهم جدا، وهو أساس العقيدة، ويبنى الإسلام عليها. سأخبرك الآن عن أركان الإسلام الخمسة، فلتحفظها جيدا. أركان الإسلام أي الأسس التي يبنى عليها الإسلام. البيت الذي تراه كيف يقوم؟ كيف يظل هكذا دون أن يسقط أو ينهدم؟ هل تعرف يا براء؟ نعم أعرف، فالبيت لا يبنى إلا على قواعد وأسس من الحديد الصلب وغيرها من مواد البناء حتى يرتفع وحتى لا ينهدم. أحسنت يا بني، نعم، فلا يمكن أن يقوم بيت إلا بأسس وقواعد حتى يستقيم، حتى لا ينهدم أو يسقط على رؤوس ساكنيه. وهكذا فهو الإسلام له أسس وقواعد يبنى عليها، يجب على المسلم أن يتمسك بها. الآن لنتعرف معا على هذه الأركان الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أريد منك يا أستاذي أن تشرح لي كل ركن من هذه الأركان. لا تستعجل يا بني، سأخبرك عن كل ركن من هذه الأركان حتى تحفظها ويحفظها أبنائي وبناتي الذين يشاهدون هذه الحلقة. ولكن دعنا نسترجع معا هذه الأركان الخمس، فلنشاهدها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء، سعدت بوجودك، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. لقد دعوتك يا براء للخروج هنا في فناء المدرسة بين الشجر والورود والأزهار، هل تتذكر ما هي أركان الإسلام؟ هيا عدد لي أركان الإسلام. نعم أحفظ ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنت، بارك الله فيك، فهذه هي أركان الإسلام الخمسة. نبدأها بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فهذه الطبيعة التي نراها من حولنا من الشجر والأزهار والسماء والجبال
والأنهار دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هيا بنا لنبدأ ونتكلم عن هذه التفاصيل. بداية يجب أن نعلم جيدا بأن الدخول في الإسلام يلزمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعندما يأتي رجل غير مسلم يريد أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول له يجب عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى قد خلق البشر جميعا على الفطرة، أي على الدين الصحيح، حتى أن الآباء والأمهات يحولون أبناءهم لأديان أخرى من النصرانية واليهودية والبوذية وغيرها. أستاذي، هل يكفي أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط حتى نصير مسلمين موحدين بالله سبحانه وتعالى؟ بالطبع لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان فقط، بل يجب أن تعمل بذلك. يجب أن تؤمن أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تعبد صنما أو تذهب إلى صاحب قبر لتطلب منه الرزق. وأيضا لا يكفي أن تقول أشهد أن محمد رسول الله فقط، بل يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيع النبي في كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يا بني، إن مشركي العرب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله، ومع هذا كانوا يعبدون الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع. كانوا يطوفون حول هذه الأصنام ويعبدون هذه الأصنام، ومع هذا جعلهم الله من أهل النار لأنهم لم يؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. لقد سمعت يا أستاذي من والدي بأنه يقول بأن سورة الإخلاص دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، بارك الله فيك وفي أبيك يا براء. فهذه السورة، سورة الإخلاص التي نحفظها جميعا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يولد ولم يكن له ولد ولم تكن له زوجة، ولا يمكن إطلاقا أن يحدث هذا. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه في صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. لقد سمعت يا أستاذي رجلا يقول والنبي، فنهيته عن ذلك، فهل يجوز أن نحلف بالبشر أم أن هذا لا يجوز؟ نعم، أحسنت يا براء، لا يجوز أن نقول والنبي، فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي هذا إطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي من كان يريد الحلف فليحلف بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فقط لا غير، لا بالنبي أو الكعبة أو بالآباء أو الأمهات أو غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ليس من كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا براء أن نذهب إلى القبر وأن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
لا تطغوني كما أطغت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، ولكنه نبي مرسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عامة عن الإطراء، أي المبالغة في المدح، فإن النصارى بالغوا في مدح عيسى عليه السلام حتى قالوا بأنه ابن الله. والركن الثاني يا أستاذي من أركان الإسلام إقامة الصلاة، ماذا عنه؟ فلنكتفي يا بني بهذا الركن في هذه الحلقة، وسنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنتكلم عن الركن الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أستاذي وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء. أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. أراك يا بني قد أديت صلاة الفجر جماعة في المسجد ثم جلست تذكر الله، بارك الله فيك، هكذا نحب دائما أن يكون أبناؤنا. نعم يا أستاذي، لقد قلت لي بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولهذا استيقظت لصلاة الفجر وصليت مع الجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، أحسنت يا بني، ما شاء الله، بارك الله فيك، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأصبحت في المرتبة الثانية لأهميتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في وقتها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لهذا كانت الصلاة بعد الشهادتين. هيا بنا لنتعلم ونعرف جميع ما يتعلق بأمر الصلاة. في رحلة الإسراء والمعراج، عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على عباده 5 مرات في اليوم والليلة، ففرضت صلاة الفجر 2 ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. يجب على المسلم والمسلمة أن يؤدوا الصلاة في وقتها دون تأخير ودون تكاسل، مهما كانت الظروف يجب أن تؤدى هذه الصلاة. القيام بأداء الصلاة أمر مهم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، بمعنى بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده بداية يوم القيامة عن الصلاة. أول ما يسألون عنه، لا يسألون عن أي شيء آخر إلا الصلاة، وذلك لأهميتها. انظر، هي في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأتي الصلاة، وذلك لأهمية هذا الركن العظيم. هل نستطيع أن نجلس في البيت ونصلي فيه الصلاة؟ أم يجب علينا أن نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة؟ هذا سؤال جيد. نعم، يجب على الرجل أن يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن يحرص كل الحرص أن يكون متعطرا، وأن تكون ثيابه نظيفة، وأن يذهب بسكينة ووقار إلى المسجد. وأيضا الأبناء الصغار إن ذهبوا مع آبائهم إلى المسجد، يجب عليهم بأن يدخلوا في سكينة ووقار، وألا يلعبوا في بيت الله سبحانه وتعالى،
بأن يركضوا فيه وأن يظهروا هذه الأصوات المزعجة، يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده من الرجال ومن هؤلاء الأطفال أن يجلسوا في سكينة ووقار في بيته، وبأن يفتحوا المصحف ليقرأوا فيه، وأن يستمعوا إلى المؤذن، وأن يستمعوا إلى قراءة الإمام. والذي لا يصلي يا أستاذي، ما جزاؤه في الدنيا والآخرة؟ يا بني، الذي لا يصلي في هذه الدنيا يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه ضيقا وهما، فيشعر بالحزن وبالضيق، ويكون إنسانا بلا أخلاق، غاضب في جميع الأوقات، يكرهه الناس ويكره الناس، ويوم القيامة له حساب عسير عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا والآخرة لأنه لم يؤدي الصلاة التي أمره الله بها. وكيف نعلم أنه قد حان وقت الصلاة؟ حتى نعلم أنه قد حان وقت الصلاة يجب على المؤذن أن يدخل المسجد أو يعتلي منارة من منارات المسجد ليؤذن، يقول الله أكبر الله أكبر حتى آخر كلمة من كلمات الأذان. دعنا الآن لنشاهد هذا المقطع حتى نحفظ هذه الكلمات. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله
لا إله إلا الله. بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا هو الدعاء بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان. وأثناء الأذان يجب علينا أن نردد مع المؤذن كل كلمة يقولها، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فعندما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا عندما يقول حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ستشرح لي يا أستاذي الركن الثالث من أركان الإسلام هذا اليوم؟ فلنكتفي يا بني بما قلناه اليوم من معلومات مهمة ومفيدة عن الصلاة. هيا يا بني الآن لتذهب إلى بيتك لتتناول الإفطار، وتذهب إلى مدرستك وتستعد لصلاة الظهر. بارك الله فيك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أستاذي وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك مجددا يا براء، سعيد بوجودك. أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. دق جرس الفسحة يا أستاذي وانصرف الجميع، وآثرت الجلوس هنا لأسألك عن الركن الثالث من أركان الإسلام. بارك الله فيك ونفع الله بك على هذا الحرص. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء والمساكين ونحوهم بشروط خاصة. وما حكم إخراج الزكاة يا أستاذي؟ هل هي فريضة أم هي مستحبة؟ هذا سؤال جيد، بل يعتبر من أهم الأسئلة. ما هو حكم الزكاة؟ فالزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصابا، والنصاب هو القدر الذي يجب فيه الزكاة من المال ونحوه، وحال عليه الحول، أي مر عام كامل على هذا النصاب. وهل هناك حكمة من تشريع الزكاة؟ نعم يا بني، هناك حكمة من تشريع الزكاة. أولا تزكية نفس المؤمن، ثانيا مواساة الفقراء والمحتاجين، ثالثا جمع القلوب المشتتة على الإيمان والإسلام، رابعا تطهير المال، خامسا إشاعة روح التكافل والمحبة بين أفراد المجتمع. وما هي شروط وجوب الزكاة؟ نعم، هناك شروط لوجوب الزكاة، فتجب إن توفرت عدة أمور: أولا الإسلام فلا تقبل من كافر أو مرتد، ثانيا بلوغ المال النصاب، ثالثا مرور حول كامل على المال، رابعا بأن يكون هذا المال تحت تصرف صاحبه. هذه هي شروط وجوب الزكاة. وما هي طبيعة الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذا سؤال جيد يا براء، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعدن، والثاني الذهب والفضة والأوراق النقدية، الثالث عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان ومحلات وغيرها، والرابع بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم. والآن لنختم الكلام عن الزكاة.
بذكر مقدار زكاة المال إذا بلغ نصابه، ومقدار زكاة المال هو 2.5% من مقدار المال الذي حال عليه الحول. بارك الله فيك يا براء ونفع الله بك، هيا لتذهب إلى فناء المدرسة قبل بداية الحصة الثانية حتى تلعب مع أصحابك وتقوم بالإفطار. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، سأذهب الآن إلى فناء المدرسة، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك مجددا يا براء، سعيد بوجودك. أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. لم يتبقى إلا أيام قليلة على دخول شهر رمضان يا أستاذي، وقد كنت أريد منك أن تشرح لي الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. بارك الله فيك على حرصك يا براء، فهكذا أنت دائما حريص على تعلم العلم النافع، جزاك الله خيرا. شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويقع ما بين شهر شعبان وشهر شوال، وفي هذا الشهر نصوم عدة ساعات في اليوم ما بين الفجر إلى صلاة المغرب، فنمتنع عن الطعام والشراب، بل نمتنع عن كل أمر محرم قد يفسد هذا الصيام. هذا الشهر هو شهر ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى، نقوم فيه الليل ونصوم فيه النهار ونكثر فيه من قراءة القرآن. وكيف نتأكد من دخول شهر رمضان؟ أحسنت، كيف نتأكد من دخول شهر رمضان؟ نتأكد من ذلك برؤية الهلال، هلال شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن كان الجو غائما فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما، ثم نبدأ بالصيام لشهر رمضان. إذا قام أحد أصدقائي بسبي وشتمي والإساءة إلي في رمضان، ماذا أفعل؟ لا ترد عليه الإساءة، بل قل له: اللهم إني صائم. في نهار شهر رمضان ما الذي نفعله؟ ما الذي يستحب لنا فعله؟ يستحب في نهار شهر رمضان الإكثار من الذكر والعبادة وقراءة القرآن وجميع الأعمال الصالحة. ومتى يفطر الصائم؟ يقوم الصائم بالإفطار مع دخول أذان المغرب، فعندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب يستحب أن يفطر الصائم على تمر أو ماء، وعليه ألا يكثر من الطعام حتى لا يتعب معدته. لقد جمعت مع زملائي مبلغا من المال لإفطار الصائمين هذا العام. أحسنت يا بني، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وماذا نفعل بعد الإفطار؟ بعد الإفطار نتجهز لصلاة العشاء والتراويح، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك حكمة من مشروعية الصيام: أولا أن فيه تقوى الله في الاستجابة لأمره والانقياد لشرعه، وأيضا يعود النفس على الصبر ويقوي الإرادة في التغلب على الشهوات، وأيضا يجعل الصائم يشعر بالفقراء والمساكين. وما هي شروط وجوب الصيام؟ نعم أحسنت، ما هي شروط وجوب الصيام؟ أولا الإسلام فلا يجب على الكافر، ثانيا العقل فلا يجب على المجنون، ثالثا البلوغ فلا يجب على الصغير،
رابعا القدرة على الصيام فلا يجب على العاجز عنه مثل المريض. خامسا الإقامة فلا يجب على المسافر. وما هي الأمور المستحبة التي نقوم بفعلها خلال شهر رمضان؟ من الأمور المستحبة في شهر رمضان تأخير السحور قبل دخول أذان الفجر، وأيضا تعجيل الإفطار عند دخول أذان المغرب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا يجب علينا أن نبتعد في هذا الشهر عن الأفلام والمسلسلات وغيرها من البرامج التافهة السخيفة التي لا تجدي ولا تنفع، بل إنها تضيع على المسلمين أجر هذا الشهر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يا براء صالح الأعمال. أكتفي بذلك وأسأل الله أن ينفع بي وبك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، أحييكم اليوم من مكة المكرمة، هذه المدينة التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر المدن حتى نؤدي مناسك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضاه الله على المسلمين مرة واحدة في العمر. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بإعادة بناء الكعبة لتكون مكانا للموحدين لله تعالى، فيجدون فيه الأمن والسلام، كما أمر الله إبراهيم عليه السلام بتطهير بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان والبدع والضلالات. وبعد اكتمال بناء الكعبة وتطهيرها، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج ويدعوهم إلى زيارة بيت الله الحرام، فامتثل إبراهيم لربه ونادى في الناس بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد جعل الله المؤمنين يستجيبون لنداء إبراهيم عليه السلام ملبين لبيك اللهم لبيك، فيأتون إلى بيت الله الحرام مشيا على أقدامهم أو ركوبا على الإبل الضامرة من طول السفر وبعد المسافة، واليوم يركبون السيارات والطائرات للذهاب إلى مكة المكرمة. وفي موسم الحج يجتمع المسلمون من كل أنحاء العالم في وقت واحد وفي مكان واحد يؤدون مناسك الحج ويدعون الله ويستغفرونه من الذنوب كما يتعارفون ويتآلفون، فهذا المكان لا يفرق بين غني أو فقير أو جنس أو لون أو لغة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لهذا فالحج من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. أما مناسك الحج، أولا الإحرام والنية، فإننا إن أردنا أن نحج يجب علينا أن ننوي الحج وأن نحرم بأن نغتسل ونتطيب ونلبس إزارا على الوسط ورداء على الكتف. أما المرأة فتلبس ملابسها الشرعية التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها، ويبدأ الحج بالتلبية فنقول لبيك اللهم حجا، ثم يلبي مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية. ولا يجوز للمحرم والمحرمة أن يأخذوا شيئا من شعرهم وأظفارهم
أو يقتل الصيد أو يعقد الزواج، ولا يجوز أيضا التطيب، ويحرم على المرأة لبس النقاب أو القفازين، لكنها يجب عليها أن تستر وجهها إذا مر بها الرجال، ويحرم على الرجل دون المرأة لبس المخيط كالقميص أو البناطيل أو لبس الجوربين أو غيرهم، كما يحرم عليه تغطية الرأس. من المناسك طواف القدوم، فإذا قدم الحاج يطوف حول الكعبة 7 أشواط. ومن السنة تقبيل الحجر الأسود دون مزاحمة، فإن لم يتمكن الحاج لمسه بيده واكتفى بالتكبير عند محاذاته، وللحاج أن يدعو بما شاء أثناء الطواف. وبعد الانتهاء من الطواف يصلي الحاج 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط حتى يكمل هذه 7. وبعد ذلك في يوم 8 من ذي الحجة، يسمى يوم التروية، يذهب الحاج إلى منى للمبيت بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر يوم عرفة. وبعد منى يذهب الحاج إلى عرفة للوقوف بها، وعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وعلى الحاج أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس، فبعد غروب الشمس يتجه الحاج إلى مزدلفة للمبيت بها، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وبعد ذلك بعد طلوع الشمس يذهب الحاج إلى منى لرمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك يقوم بحلق شعره وذبح الهدي، فإما أن يحلق شعره كاملا أو يقصره، وبعد ذلك يتجه مرة أخرى إلى مكة إلى المسجد الحرام هنا ليطوف حول الكعبة، وهذا يسمى طواف الإفاضة. ويعود الحاج إلى منى ليقيم فيها أيام 11، 12، و13 من ذي الحجة، ويرمي في كل يوم الجمرات 3 جمرات ب7 حصيات لكل جمرة، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم إذا فرغ الحاج من كل هذه الأعمال مسجد الحرام ليطوف 7 أشواط طواف الوداع، ثم يصلي 2 ركعتي الطواف ويشرب من ماء زمزم، ويدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول والغفران، وبذلك يكون قد انتهى موسم الحج. بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.